أسرع العمال في العالم. هنا أيضا يتم وضع الأختام على الأوراق بسرعة كبيرة، صحيح أنها ليست كالسرعة السابقة لكنها سريعة أيضا، إنه يتم وضع أناس متخصصون بهذا العمل الصعب. وهنا يقوم هذا العامل بفك دواليب السيارة التالفة وفك البراغي الخاصة بها، ثم يقوم بوضع دواليب جديدة وتفليتها مع البراغي، ولكن لا مجال للخطأ في هذا العمل مع أنهم يقومون بهذا بهذه السرعة الكبيرة. يقوم هذا الجزار بتقطيع القطع الكبيرة من اللحم إلى قطع صغيرة بسرعة رهيبة، انظروا إليه. هنا يقوم هذا العامل بتقطيع السمكة الكبيرة بهذه السرعة الرهيبة والتخلص من أشواكها وتحويلها إلى قطع لحم خالص. هنا يقوم العامل بإغلاق الكراتين لكي تصبح بالشكل المطلوب للتغليف، ويقوم بهذا العمل بسرعة ومهارة. هنا يقومون بقلي قطع الموز، حيث أنهم يقومون بتقطيعها في الجو بسرعة كبيرة، ومن الجو أيضا يقوموا بإلقائها في الزيت الساخن، أو يقومون بوضع الموز المقشر في آلة إلكترونية تقوم بتقطيعه وإلقائه في الزيت لتنتج شرائح موز مقلية ذات لون ذهبي. يقوم هؤلاء الثلاثة بصنع العجين في الساحة حتى يقوم اثنين بالضرب بالمضرب والثالث يقوم بوضع الطحين، انظروا إلى سرعتهم. هذه الفتاة تقوم بعد النقود، إنها حقا أسرع من آلة عد النقود نفسها، انظروا لهذه السرعة في العد، ثم تقوم بتسجيل الرقم الذي قامت بعده، إنها حقا رائعة، انظروا لكمية النقود التي قامت بعدها في هذا الوقت القصير. وهذه الفتاة تقوم بوضع الرسائل والأوراق في صناديقها بهذه السرعة الرائعة، كل رسالة بصندوقها، وتقوم بتكرار العملية عدة مرات حتى أنها أذهلت المارة. يقوم هنا الرجل بتقشير حبات التفاح بسرعة كبيرة، وبعد الانتهاء من التقشير يقوم بإزالة البذور من المنتصف، ثم يقوم بتقطيعها.
يقوم هؤلاء العمال بتقطيع عيدان الحلوى للأطفال إلى قطع صغيرة جدا باستخدام هذا الجاروف الصغير بسرعة كبيرة. يقوم العامل بتقطيع قالب البيتزا إلى قطع بسرعة كبيرة. هنا يقوم بقلي قطعة العجين لتتحول إلى كرة من الخبز، ويبدو عليه أنه شهي ويظل يقلب بهذه الكرة كثيرا حتى تتحول للون الذهبي. يقوم هذا الرجل بوضع الأختام على الأوراق بسرعة لا تصدق، إنه قام بوضع كل هذه الأختام على كل هذه الأوراق في هذا الوقت القصير. هنا يقوم العامل الأول بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة بسرعة كبيرة، ثم يسلمها الاثنان ويقومان بتحويل القطع إلى كرات دائرية، ثم يقومون بصفها في الطبق الحديدي الكبير. هنا تقوم الفتاة بلف الأسلاك الخاصة بالدارات الكهربائية على هذه القطعة البلاستيكية، ثم تضع فوقه اللاصق لتقوم بلف طبقة أخرى من الأسلاك. يقوم الرجل بتغليف قطع الزبدة داخل الورقة بسرعة كبيرة مثل الآلات، ويقوم باستخدام الصمغ لإغلاق الورق. انظروا لسرعته. يقوم هذا الشيف بتقطيع الخيار إلى شرائح متساوية ورفيعة وهو مغمض العينين. يا لا لمهارته وسرعته. هنا ايضا يتم وضع وطبع اختام على هذه الاوراق بسرعة رهيبة، انهم حقا اسرعوا من الالات. يقوم هذا الجزار بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة باستخدام هذه الآلة الإلكترونية بسرعة فائقة، إنه حتى لا يخشى أن تقطع هذه الآلة يده. تقوم هذه الفتاة بطبع الأختام على الأوراق بسرعة رهيبة جدا تكاد لا تصدق. لو أنها لم تصور لما صدقها أحد. لقد قامت بطبع 100 ختم في وقت لا يصدق. ويقوم هنا هذا الشاب بحشو سندويشات الفلافل مع البطاطا بسرعة رهيبة عن طريق إطلاقها في الجو، ثم بعد انتهائها من الحشو يقوم بإلقائها بالهواء للزبون. عرض رائع جدا. يقوم هذان العاملان بصنع هذه العجينة الخضراء بسرعة فائقة على أنغام قرع ما يشبه الطبل. إنها ببساطة قليل من موسيقى درامز، يقلب بيديه والثاني يضرب بالمطرقة وبسرعة رهيبة دون أن تلمس المطرقة يد الآخر.